أخبار الفنانين اللبنانيين العرب والأجانب بها الفقرة فقرة ستارز من ام تي في ألايف. من لما تسرب خبر إقامة شيرين عبد الوهاب حفلة زفافة لحسام حبيب ودعوتها لعدد من أصدقائها للحضور، البعض عم يتساءل عن أسباب إخفائها للخبر ونفيه ببعض الأحيان، وبيتردد بالكواليس بأنه في أسباب لحتى تخفي شيرين هالخبر، ومنها عدم رغبتها بتواجد الصحافة والإعلام بالحفلة يلي إذا أعلنت عنها، إضافة لتجنب القيل والقال، فهي ما بدها أنه حدا يتحدث عن علاقات حسام حبيب السابقة أو عن شائعات الارتباطات يلي كانت بتطاردها بالفترة الأخيرة، وما بتريد أنه تنشر هالأشياء كمادة صحفية قبل زواجها إذا أعلنت عنه. ننتقل لخبر عن الفنان ملحم زين. أحيا الفنان ملحم زين حفل بمدينة طابة ضمن فعاليات ليالي مهرجانات طابة هايتس، وأعلن بحديث صحفي بأنه عم يستعد حالياً لتسجيل أغنيتين باللهجة العراقية من بعد ما ابتعد كتير عن تقديم الأغنيات العربية، وقال كما عم فكر جديا بالغناء باللهجة المصرية لأنه بعترف بتقصيري بحق المصريين. يذكر بأنه ملحم زين أرى تصوير أغنية ضلت حكي على طريقة فيديو كليب بإدارة المخرج سعيد المروق. أشارت الممثلة نادين الراسي بأنه بتعليق مفاجئ طبعا وصريح جدا مثل ما نحن معودين عليها، بأنه هي ما رح تحضر الخماسيات يلي رح بتشارك فيها زميلاتها، وحتى يمكن أنه ما تحضر الخماسيات يلي هي مشاركة فيها وما رح بتتابع أي مسلسل. أثار هالحديث ردود فعل مختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان هالحديث على هامش مشاركتها بالعرض الأول لفيلم كذبة بيضاء من كم يوم. ننتقل للفنانة ليلى اسكندر يلي فاجأت جمهورها باللوك الجديد يلي ظهرت فيه أخيراً بأحد الأعراس الخاصة، هالشيء أثار ضجة المعجبين فيها والمتابعين لها. انهالت عليها التعليقات والانتقادات الساخرة، وين اعتبر البعض بأنه التغيير اللي قامت فيه اسكندر قبيح وما بيلبق لها أبداً. ظهرت هالفنانة المثيرة للجدل بفستان ضخم بيشبه فساتين أميرات ديزني باللون الزيتي المايل للأخضر، وغيرت لون شعرها من الأسود القاتم للرمادي، وما علقت ابدا على الصور يلي كمان بطلت متوافره على السوشيال ميديا. القت الجهات الامنيه بمطار بيروت الدولي القبض على الفنان اللبناني هاني العمري قبل ما يتوجه لشرم الشيخ برفقه زوجته. تم القبض عليه بتهمه تحرير شيكات من دون رصيد، واشارت مصادر صحفيه بأنه من المحتمل بأنه يكون أحد الأشخاص تقدم بدعوى وبشكوى ضده، هالشيء أدى لتوقيفه قبل ما يسافر، ولكن نفى العمري حقيقة اللي حصل من خلال فيديو نشره على حسابه الخاص على فيسبوك، ووضح بأنه ما توقف بأمر قضائي ولكن تم استدعائه للإدلاء بإفادته من بعد ما تمت سرقة إحدى الشيكات من داخل مكتبه وتم تزوير توقيعه، وأعلن بأنه رح بيقوم بالإجراءات القانونية اللازمة لإظهار الحقيقة، وتوجه لكل محبينه وكل يلي وقف بجانبه بالشكر، واعتذر من جمهوره بالأردن لأنه ما قدر أنه يقدم لهم هالحفلة يلي كان متوجه لها. بيتحضر اليوم الجمهور السعودي لأول عرض سينمائي ببلده ب 18 نيسان، واختير فيلم بلاك بانثر ليكون أول فيلم تفتتح في صالات السينما للمرة الأولى بالسعودية. رح بيعرض الفيلم بصالة مركز الملك عبدالله المالي بالرياض يلي بتسع 620 مقعد، وبترافقه احتفالية خاصة بتنظمها الشركة المشغلة AMC يلي حصلت على أول رخصة لتشغيل دور السينما بالمملكة. بننتقل لخبر عن النجم التركي كيفان تاتلتوغ المشهور بالعالم العربي بشخصية مهند يلي انتقل لمنزل جديد بصحبة زوجته عارضة الأزياء باشاك ديزير، ونشر عبر المواقع التركية صور جديدة لمنزله ويلي بيبتعد عن اسطنبول ليكون تماماً بعيد عن أعين الصحفيين وملحقتهم لإله ولزوجته. هالمنزل الخشبي بيحتوي على طابق واحد وفي حديقة كبيرة ليكون بعيد عن الصخب. آخر خبر لليوم من الفنانة نوال الزغبي. طرحت الفنانة نوال الزغبي أغنية جديدة منفردة بعنوان ألو
باللهجة اللبنانية عبر تطبيق أنغامي، وهي من كلمات مازن ظاهر وألحان فضل سليمان، توزيع عمر الصباغ. وكانت نوال الزغبي قد أعلنت بأنه رح تطرح أيضا كليب لآلو، ومن المنتظر طرحه قريبا على قناتها الرسمية على يوتيوب شانل. رح ناخذ وقفة صغيرة ومن بعدها رح نتابع مع موضوع ماي رايتس لليوم، خليكم معنا.